الله الذي بنعمته تتم الصالحات، جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات، وجعل فيها أنهارا فجاجا وجبالا وراسيات، أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها الأقوات، وأنزل الغيث مباركا والفلك بالخير في البحر جاريات. نحمدك ربنا حمدا طيبا مباركا يليق بجلال الذات وكمال الصفات، سميع بصير تستوي في سمعك جميع الأصوات، علي كبير لا تدرك المعصية ولا تنفعك الطاعات. سبحانه وتعالى لما خلق الجبال نظرت إليها الملائكة في شموخ واستكبار، وقالت أي ربي هل من خلقك ما هو أقوى من ذلك؟ قال خلقت الحبيب حتى أهبط به الجبال. فقالت ربي وهل من خلقك ما هو أقوى من ذلك؟ قال خلقت النار أسهر بها الحبيب. فقالت ربي وهل من خلقك من هو أقوى من ذلك؟ قال خلقت الماء التي أطفئ بها النار. قالت ربي وهل من خلقك ما هو أقوى من ذلك؟ قال خلقت السحاب الذي تحمل الماء. قالت ربي وهل من خلقك ما هو أقوى من ذلك؟ قال خلقت الرياح التي تسير السحاب كيفما أشاء. فقالت ربي وهل من خلقك ما هو أقوى من ذلك؟ قال خلقت العبد المؤمن الذي يذكر الله ويتصدق بالصدقة فيخفيها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وسأل نبي الله موسى ربه قائلا رب أي عبادك أحب إلي؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. رب أي عبادك أعلم؟ قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمي. ربي أي عبادك أقضى؟ قال الذي يقضي بين الناس بالحق ولا يتبع الهوى. أيها السادة الكرام، كما بدأنا فرحنا هذا بالقرآن الكريم، نختمه أيضا بالقرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة نعيش في رحابها من قارئنا الكريم ابن هذه البلدة الطيبة أهلها فضيلة القارئ الشيخ صالح محمد عبد الستار، فليتفضل فضيلته مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال الحمد
قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده
قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم الفاتحة. نشكر شيخنا الجليل ذو القدر الكبير فضيلة القارئ الشيخ صالح محمد عبد الستار الذي أمتعنا بتلاوته فيتقدم إليه الحاج أيمن غريب والحاج إبراهيم غريب وإلى كل من أتى بأرسم وأسمى آيات الشكر والتقدير فنشكر صاحب الدعوة الحاج أيمن ونشكر من شارك فيها الحاج محمود أبو عمري كما أشكر كبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة دارة الحاج أحمد أبو منيا وأولاده كما أشكر أيضا الذي قام بتسجيل هذه الليلة وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي مخرج هذه الليلة مخرج الليالي القرآنية المتميز المهندس ناصر صلاح وأولاده المقيم بمركز ومدينة الزقازيق الشرقية كما أشكر الخدمات الفندقية المتميزة الرحاب إدارة المتر أحمد الفشاوي المقيم بطوم النور مركز ميت غمر دقهلية كما أشكر المهندس الصغير سنا الكبير مقاما المهندس صلاح ناصر صلاح الذي شارك في إخراج هذه الليلة ونشكر كل من شرفنا بالحضور سائلين الله جل وعلا أن يجعله زواجا مباركا يخلف على صاحبه وأهله الخير إنه ولي ذلك والقادر عليه وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.